هاد الصباح هذا انا قربت لهاد المدينه اللي سميتها غوبابيس، فبقى لها والو 10 كيلومتر بالضبط. اياه في هاد المدينه هادي قريبه بزاف البوكسوانا، قريبه البوكسوانا، يعني من هنا لدرت البوكسوانا شي 100 كيلومتر، ولا بغيت نمشي لويندوك عندي 200 كيلومتر، يعني هي قريبه صراحه. ملي تشوف بحال هكا دوله قريبه تتعطيك تتبغي تمشي تشوفها وتكتشفها وهذا، ولكن انت خصني نطلب لها الفيزا ديالها الا بغيت نمشي ليها، وبعض المرات صعيبه، كاينين شي دراري خادوها، شي مسافرين خادوها، وشي وحدين اخرين عكسوا ليهم فيها، يعني خاصك توكل على الله بحال جنوب افريقيا وتشوف معاهم. ما علينا، يلا بقى 10 كيلومتر وندور اتجاه تاع ويندهوك. هادي دخلت عاد المدينه تاع غوبابيس على الشكل هذا، شوفوها كثيره مجموعين. سوبر مارشيات، سبار، كي اف سي، هاهي هاد المرا هادي من قبيلة الهيريرو، اللبسة ديالهم زوينة. نقية، تجبان لي نقية، ترانكيل. واحد السوبر مارشي وحدة أخرى، أكثر هنايا السوبر مارشيات، ما كاينينش دوك الحوانت الصغار، كان السوبر مارشي. ممنوع توستوب. ملي دخلت لغوبابيس صافي تقديت هذا، كان لقيت ديال الماكله، فخديت شي حاجه ديال الماكله من عندهم. هاد الماكله هادي تاع صحاب الهيريرو، هنايا دايرين الباب، هاد تتكون مصايبه بالذره، صافي شويه تاع لاصوص هي هنايا بالبصله وهذا صافي، واللحيمات وفي بحال شكل الحلاوه، حلوه واحد شويه زوينه. هنايا 10 دراهم وهنايا 10 دراهم، تقريبا 20 درهم هادشي هذا اللي هنايا مخيره. على مولانا دبرت في واحد البلاصه هنايا في الظل، ريحت فيها، عطيتهم يشارجوا لي التليفون صافي، وطريق ويندهوك هي اللي بقات ورايا. وعرفت الماكله ديال الهيريرو هادي لقاش البارح البلاصه اللي بت فيها في داك الفيلاج صغير ما لقيتش فيه النبات، فبقيت تنشوف بانوا لي واحد الديور مقادير بصايبين دارين عيون بكرياج صافي، وانا نقصدهم. انا سولت واحد الدري مريح قال لي راه ديال المعلمين صافي، وشاني تما ديور بوحدهم انديفيديوال شخصيين. فكان واحد السيد بالطوموبيله ديالو، سولته قلت له واخا ندير لاطونت حداكم هنايا لداخل، قال لي ما عنديش مشكل مرحبا. صافي ملي جات مراته وهاد طيبات الماكله وهي تعطيني تبصيل، عطاتني تبصيل بحال ونيت، وقالت لي هادي راه الماكله ديال الهيريرو. هذاك الشيء علاش بقيت عارفه. وسبحان الله ملي وصلت عاوتاني لهنايا نفس الشيء، بانوا لي صحاب الطاكسيات واقفين، وانا عارف ديما صحاب الطاكسيات لقيتهم واقفين في شي بلاصه، عارف الماكله رخيصه ومزيانه ناضيه. ففعلا ماكله رخيصه وناضيه وحاجه زوينه. ديما هاد العشيه هادي ملي تتوصل تنبدا حاضر الكرياج، تنقلب على شي باب ولا شي كرياج محلول ولا شي حاجه فين نقدر ندخل ندوز الليله. دابا والو ما لقيتش، او بغيت نريح دابا شويه بكري، دابا شي 5:15، واحد الرموك جاي خليه يدوز بعدا، تيدوز شي زعزعه كبير الكرد. ما بقاش ليا بزاف في الويندهوك، بقى ليا شي 90 كيلومتر كل يوم الجمعه. انا غادي دابا باش نشوف لومباساج، شتهم باقي ما جاوبوني ما قالوا لي والو، بغيت نكون عندهم نهار الاثنين، يعني عندي الوقت الكافي. باغي نبيدالي غير بشويه، راه لقيت شي فيرمان وقف فيها ندوز فيها واحد النهار. انا ما كرهتش نوصل لويندهوك نهار الاثنين في الصباح مع هاد الطريق هادي، تخرجني ديشريك في لومباساد نشوف معاهم شنو داروا معايا، عاد نشوف ديك الساعه واش نمشي ناخد اوتيل ولا نمشي ناخد كومبينغ ولا شنو غادي ندير.
موتور طياره داز ما شفتش ولا لا. ظهر لي غليط في ديك الرويده اللورانيه غليطه بزاف. نقلب على شي بلاصه بعدا فين ندوز هاد الليله هادي. باقي ما مغديش مزيان في الجوع، بغيت نطيب بكري والرياح ترانكيل. او اوريكس اوريكس داك الغزال اللي عنده الكرون طالعين، ها هو بان ليا جن الطريق. ما كنتش نسحب الطريق هذه هي فيها الحيوانات. وقفت نفيري في واحد الفيرما اخرى، واحد الباب بان ليا الله يكون محلول. تبانوا لي القفوله من هنايا تا هوايا. هذا ما عادش دير من القفل، دير شي اربعه القفولات. ها واحد جوج ثلاثه اربعه، قيامه ديال القفوله ها هي مسدوده حتى هي. دابا تتلقى شي فيرما محلوله بحال هكا غير الا كان مولاها مسكين شي بوفري مودر السوارت تجلاو ليه صافي، راه ولا داير غير السلسله اللي جاي تقول ديريكت. اما كاع الناس اللي في شكال وهذا صافي راه دايرين قفوله وسادين شغلهم مزيان. وياه بالي غادي ندير واحد الخبيز خفا نزربل فيه داك كوكا ورخيص تا هو هنا داير شي 12 درهم ولا بحال هكاك. وصافي نديباني بيه بعدا نسكت بيه الجوع صافي ونكمل. مازال باقي نقدر نبيدالي واحد ساعة المكانة بما دبرت على شي بلاصة. هاد راه اللي قلت لكم هي اللي كاينه خاص بكاوكاو ودات فيه الزبيب. الشمس قربت تغرب، باقي ما لقيتش شي بلاصه اللي ندخل منها. كلشي داك الكرياج اللي من على اليسار هاو. الحل الوحيد هو نقص كرياج، ولكن خصك تحيد السيكان ونلوح السيكان على الكرياج ونهز بيكالا ونعاود نركبهم ونفس الفيلم عاوتاني في الصباح خاصك تعاود ديرو. هادشي هذا بدا تيقلقني شويه في هاد البلاد هادي. اه فين ما مشيتي كرياج 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 بزاف. واحد الفرفاره تتبان لي راه هي ما بعيداش الله تكون شي دخله ليها. دابا راك شفتو هاديك فرفاره راه هي، ولكن تقدر تلقاه دايرين باب حتى هو مسدود بالقفل وما كاينش لا عساس لا ما كاينش معاه من الدوي والو. وقفت قلبت واحد جوج بيبان اخرين حتى هما كلشي مسدود. دابا راه غربات الشمس ما بقاش عندي الخيار، بات لي هاد الارض هادي ما فيهاش الربيع كثير، فغادي ننقز هاد الكرياج وزيد شويه نبعد على الطريق مع كاين الرموكات كثار صافي ونضرب لاطونت ديالي نبات الليله هنايا. المهم تمت بنجاح صافي وندخل نمشي حتى داك الشجر اللي هي صافي ونتانستالا. يلا على مولانا. شوفوا معايا الارض عندهم كي دايره، شوف هذا كامل شوك شوك خايبة الشوك هذا. شوف الرويدة اللور، هذا هو الشوك اللي ما تنحملش. تلقى الرويده كامله شبعت شوك، تجي تقلب تلقى ثلاثه البياسات اربعه البياسات تتصايبو ويبقاو يطراو لك البياسات من بعد. تتهرس في البنو وملي البنو تضغط مع شي حجره ولا شي حاجه تطلع الشوكه.
بروبليم عشيري. صباح الخير عليكم. الحمد لله اللي لا دازت بخير وعلى خير. غير هو بالليل كانوا الضبوع كتار هنايا، تسمعهم شي غوتو دايرين بيا، وكاين كتار كانوا كتار هنايا. غير هو في لاطونت لداخل راه ما كاينش اللي يدخل عندك، الضبع ما يوصلش عندك، والضبع اصلا تيخاف من بنادم وتيخاف من الضوء. هنايا في لافريك ما تيخافوش من الضبوع، تيقولوا لهم هاينه، ما تيخافوش منها بزاف، ما تيخافوش منها. صافي داكشي علاش انايا ما بقيتش نخاف من الضبع. لو وقفتي ومشيتي ولا شحال تيهرب هويا فحال هاجو، وهادشي اللي كاين. ما برستوني شويه بالغوات ديالهم، واصلا الماكله حاولت كلشي دخلته عندي تاع الماكله البارح. واخا دابا الناس تيديروا الكرياج، الحيوانات عادي تيدخلوا ويخرجوا. ها هو واحد الغار كاين هنا، هذا 100% فيه ضبع، دابا 100% فيه. ها هو كاين هنايا وسط هاد العواد هادو، هنايا كاين الغار، مشتوش مبانش ليا البارح، ودابا بنهار تلقاه داخل ناعس. والدفاع الوسيله الوحيده اللي عندنا هو فهمتي الدار، تيتخلعوا الحيوانات تيتخلعوا. وعندي هاد الرشاشه هادي تاع البزار، هاد الرشاشه تاع البزار تترش على 3 متر، وهادي تاع الحيوانات، فيها الحيوانات صلاح حتى البنادم، ولكن دايرين فيها الحيوانات، كاتبين فيها كونتر لي زانيمو، يعني الا قرب لك اي حيوان ولا شي حاجه رشيتي عليه ما تهرب في حالاته شي تبرزق. هي هذيك هاد الصباح هذا بديت تنجمع على خاطري، تانايا ضريبه وتنتشماش، وعاجبني الحال، تنخرج في عيني في الحيوانات. حتى واحد الوقيته وانا نسمع عاوتاني شي صوت تاع شي ضبع تكلم، ما بعيدش عليا في شي شجر حدايا من ليها، وانا نجمع داكشي تشدني الخلعه، شديت داكشي لحتو فوق البيكالا، واخا ما مستفش مزيان عرمته فوق من البشكليطه. صافي وانا نمشي للكرياج، صافي نقص الكرياج من الجهه الاخرى جنب الشانطي. صافي ديك الساعه عاد بديت نقاد المسائل ديالي في البيكالا مزيان. صافي وشديت الطريق. الطبيعه في شكال، الطبيعه في شكال، بلاصتهم هذيك بلاصتهم، كاينين كثار تمايا. في المابس هنايا عطيني واد كبير، نورمالمون خص يكون فيه الماء. الساعة هنايا في ناميبيا سوء الحظ تعاني من الجفاف، كاع الوديان ناشفين هنا في ناميبيا، كاع الوديان ما تلقاش شي واد فيه الماء ولا شي حاجة، من غير لا جات شي شتا كتيرة هي اللي تقدر دير فيه شوية ديال الماء. وتا هما هي عندهم كاينين بلايص اللي فيهم الماء لحفر تيبير على 20-30، وكاين البلايص اللي خاصك تحفر فيهم 100 وزيادة، 100 والفوق يلا تلقى الماء. تما واحد قنطره قديمه هذيك تيدوز منها التران، هذيك دايرين السكه ديال التران. تبارك الله واحد الخير ديال العودان. بغيت نخلع ونشوف هذاك المنظر غادي نهار بين تيشريو، ساعه ما بغاوش يتخلعوا لي هاد العودان هادو والو مولفين. تبان لي كنا شفنا داك النهار تجمعوهم يديروهم بلاط، هو راه ماشي قمح ماشي شي حاجه، واحد الربيعه نايضه بحال هكا تجمعوها، وقال تعطيوها علف على غطا، تعطيوها علف الغنم. هادشي اللي بان لي انايا نايضه جنب الطريق موجوده، فين ما مشيتي تلقاها نايضه. هما هي تجمعوها. الو كاينه في جناب الشاطئ هنا على اليمين وعلى اليسار، فيما دخورتي عينك في شي ارض تلقاها نايضه.
what you prefer, motorbike or bicycle? Bicycle of course. Me also bicycle. تلاقيت مع هذا السيد هذا توا جاي طالع بالبيكالا، كنت نسحبو توماس مع توماس كاين في ويندهوك ساعة، هو طلع واحد اخر من الالمان سميتو ليو وتوا غادي مسافر هنايا دابا غادي لبوكسوانا وغادي مكمل الرحلة ديالو. Happy to meet you ليو. Also with bicycle, what do you think about Namibia and about traveling in Africa? Namibia is a beautiful country. Yes. Yesterday I've been to Etosha National Park. Okay. On the weekend. Okay. And we camped there. Okay. And there was a water hole. Yes. And the sun was perfect, like a red sun. Okay. And there was a rhino on the water hole. Oh, a nice, really, nice, really nice. Magical moment. Yeah. Yes. الطبيعة وهنايا في ناميبيا زوينة وأي حاجة زوينة والسفر كامل زوين. بجنرال يلا مشينا غادي للومباساد باش نشوفوا واش داروا معايا في الفيزا. هاد الصباح هذا نتمنوا من الله يجابوني ويقولوا لي يا راني خديتها يلا على مولانا نمشيو.